آخر كل سنة كتكون أجمل أوقات عند بعض الناس، والبعض الآخر كيتمنى أن هاد اللحظة ما تجيش. هاد القصة اللي غادي نعاود لكم كنت أنا الوحيد الناجي منها، والسبب غادي تعرفوه وسط أحداث هاد القصة. انا حماده، وكاين خويا اشرف واختي خنساء وصاحبتها سميتها غزلان. كنا دايرين بحال الكليك، ما كنتفارقوش، ومعروفين على صعيد المؤسسه بتركه القرشي. كنا كنقراو مشاغبين، وكانت اختي خنساء هي المجتهده فينا خصوصا المواد العلميه، وغزلان كنعتمدوا عليها في اللغات. خنساء كانت كتبان انها غبيه بنظارات بحال هاري بوتر في ذاك الوقت، وغزلان كانت كتحماق على شي حاجه سميتها السندويتشات، وكانت طبوزه بزاف وكتحلم تعيش برا. نهار النتائج مشينا كاملين وقررنا اننا غادي نديروا واحد التحدي. التحدي اللي غادي يكون في الثانويه وادي الذهب بوجده، وكان الاقتراح من رئيس العصابه اللي هو خويا اننا غادي نباتوا تماك، وخصوصا ان الوليد ما كاينش، يعني السيبه كاينه فعلا. مشينا خدينا النتائج ومشينا تخبعنا في واحد الطواليط، حتى خوات المدرسة والحارس دخل دارو. كانت تقريبا 6 ديال العشية، بقينا حتى ل8 عاد خرجنا من المرحاض، والوقت كله وحنا كنضحكوا، إلا أن الشتا بدات كتصب، ومن الزهر اللي عندنا بعبد الله العساس سد كاع الأقسام فين غادي نتخباو، والضو ما كاينش. بقينا كندورو ديك المدرسة قسم قسم، ونزلنا لجهة الإدارة، وكان تما واحد المكتب ديال المدير، ومجيت الباب سمعنا صرير الباب كيتفتح غير بوحدو، ظنينا أن البرد هو مولاه، ودخلنا خدمنا البيل ديال التليفون. وديك الساعة كانت عندي نوكيا، وما أدراك ما نوكيا بيل، من أفضل الهواتف النقالة في الجيل ديالي. وفي ديك الظلمة رجعت فجأة، وبقينا تنقلبوا، لقينا الصبورات وباكيات نتاع الطباشير ودفاتر وكتوبة، ولكن الأمر اللي كان غريب أن هذيك الكتابات اللي كانت في الجدران مكتوبة وكأنها كتتكلم علينا احنا، وكان المكتوب كالآتي: مرحبا بكم، مرحبا بكم، جئتم لأنسب مكان. بقات خنساء كنضحك، وحنا واخا ما عرفناش علاش كنضحك، شداتنا الهستيريا ديال الضحك، بقينا كنضحكوا جميع الا شويه. وانا مازال في الخزانه كنسمع صوت ديال شي حد كيدق. كنا كاع مجموعين لداخل، لكن الدقان كان من برا، وبالضبط من ورا الخزانه. الضحكه ديالنا تقطعات فينا، والضو بدا كيمشي ويجي، والباب كتسد علينا بواحد الصوت اللي كان قوي. الكل جمد في بلاصتو، ونطق اشرف وقال باللي البرد هو اللي دارها باش يطمن قلوبنا، لكن واخا هكداك حسيت به خايف وكيحاول يطمننا، ولكن واخا هكداك حسيت به باللي خايف كتر منا وكيحاول يتباهى ويطمننا، لانه هو اللي كان الكبير فينا. وبهذاك الصمت اللي كان ضاير على المكان رجع هذاك الصوت الخفيف بحال صوت الحنش، ولكن هاد المرة كان حدا ودني، والدقان زاد، وقال لي خويا باللي غادي نحركوا هاد المكتبة من مكانها، وداك الشي اللي صرا. ولكن الصدمة الكبرى من داك الشي اللي شفنا ملي حركنا الخزانة من مكانها، كان هيكل عظمي، وكان مصلب من ورا الباب. بقينا كنغوتو، وكنغوتو بزاف، ولكن حتى واحد ما سمعنا. كان الشكل ديالو مرعب بزاف، لدرجة كأنك تشوف موميا كتحرك قدامك، بالقطر ديال الرعب هو مجمد في بلاصتو وما كيتحركش، إلا كنا كنتخيلو أنه كيتمشى وكيضحك قدامنا. وبقينا كنغوتو نغوتو، ولكن حتى واحد ما سمعنا، لأن الشكل ديالو كان مرعب بزاف، وحتى عرفنا أنه ما كاينش أمل، يعني بالأصح
خاصنا نديرو شي حل لريوحنا باش نخرجوا من هاد المكان. ولكن أشرف قرب من ذاك الهيكل ولقى من وراه باب ديال الخشب، تعاوننا كاملين باش نحلوه وبصعوبة كبيرة، إلا وقدرنا نفتحوه. وأخيرا فتحناه، نزلنا مع الدروش وكان الأكسجين كينقص كل ما تمشينا أكثر وأكثر لداخل. لكن كنا كنشوفوا واحد الضوء خافت من البعيد، وهذا هو اللي خلى الإصرار ديالنا أننا نزيد الخطوات ديالنا القدام بالرغم من أن الأكسجين غادي وكينقص. تسارعت الخطوات ديالنا الأكثر باش نوصلوا لديك النقطة ديال الضوء اللي كاينة واللي كانت كتعطينا الأمل أننا نخرج من هذا المكان. ولكن الصدمة هي ملي دورت وجهي ما لقيتش البنات بجوش، وشوية وفي لحظة كنشوف راجل لابس الكحل وجاي في الاتجاه ديالي وهاز شاقورة في يديه. بديت كنجري أنا وخويا، ولكن هو كان تابعنا بخطوات ثابتين وتخبينا في واحد الركنة، وخويا حاول يشد لي النفس ديالي باش ما يسمعناش. وملي تلفناه رجعنا من الطريق الأولى اللي دخلنا منها وحيدنا الصباط من رجلينا باش ما يديرش الحس. وحنا وغادين وراجعين إلا أنني نوط على شي حاجة في رجلي، هودت عيني وبكثرة الظلمة اللي ما كنتش كنشوف طاطيت وهزيت داك الشيء اللي وطيت عليه، لقيت نظارات. وهاد النظارات ماشي غرافة ليا، لأنهم كانوا نظارات ديال اختي مليوحين في الأرض. ما قديتش نكمل لأنني كنسمع قطرات ديال الماء، هم اللي بقيت كنتبع داك الصوت إلا وأنني كنشوفه. كنت كنشوف العساس وهو كيقطع ليهم ريوس ديالهم. شافني وبقيت كنجري وهو غادي وكيجري من ورايا. عطرت وطحت وشدني وشد حتى خويا. مشى عند خويا وفي ملمح بصر ذبحوا في لحظة. بدون رحمة ولا شفقة كنت كنشوف الأحداث وكأنها كتمر بالعرض سريع جدا، وكاع الأحداث تصارعوا قدامي إلا هذيك اللحظة اللي تم جاي لعندي مباشرة من بعد ما كمل منهم كاملين. وهداك الشيء اللي كان كيقطعهم بيهم عامر دم، من كثرة الدم ما كنتش كنشوفه مزيان. جا وقرب لي وانا كنرجف وما عارفش كيفاش ندير، وكنطلب من الله انها تكون غير حلمة ونفيق منها. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. والله الى المستمعين الكرام شدتني الضحكة وانا كنسجل وما قديتش نكمل. المهم هادشي درناه غير باش نضحكوا مع المستمعين ديالي الكرام، وسمحوا لي على هاد القصة لانها جات غير ارتجالية. كنا كنهضروا انا وخنساء تصدقنا دايرين هاد القصة، يعني ماشي واقعية لانها غير او حتى يعني تأليفية وارتجالية كما كيقولوا، يعني غاديين وكنتخيلوا هكا وكنقولوا الاحداث وكذا 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 وكذا. المهم اللي تقول بفيكم يكتب لي في الكومنتير لتحت شنو كانت التوقعات ديالكم غادي يوقع، واش انها فعلا القصه اللي غادي تطول كما كنديروا لكم في القناه. مهم اللي بغيت نقول لكم اللي تقول فيكم يكتب لي تعليق لتحت الفيديو يقول لي تقولبت باش نعرف شحال من واحد تقول. المهم بغيت نضحك معكم شويه وكنتمنى انا ما نكونش وكنتمنى انها ما كانتش ثقيله على القلوب ديالكم. واحد الحاجه طريفه كانت صرات معايا فعلا يعني من هذه القصه هذه. راه فعلا واحد المره كنت صغير وحلمت يعني بواحد الحلم، يعني ماشي نفس هذا الشيء اللي كتبته خنساء، ولكن يعني فريمون كانت واحد الحاجه دايره بحال هكذا. كنا يعني تماكين ودرنا بحال نقولوا شكل مغامره ونيرفينا العساس ديالنا اللي هو سميته كان في ذاك الوقت سميته با عبد الله، لان فعلا حطيت الاسم ديالو لانه فعلا كان مرعب.
مرعب بالنسبه لينا. كنا كنعصبوا هذيك، وبكثره الحلمه اللي حلمناها انه داكشي اللي كنا مدوزين عليه في الحلم شدنا وحبسنا في واحد البيت، وبدا كي رابطنا وبدا كيعذب فينا. وهذاك الشيء اللي كاين، واللي بغيت نقول لكم انه لربما لربما كنتو كتقراو في شي ثانويه ولا شي اعداديه، ولا لقيتو العساس ديال ديك الاعداديه او الثانويه الاسم ديالو عبد الله. واش غادي نقول لكم اخوتي؟ تبقاو تمشيو بكري المدرسه، المهم الى جات عينكم في عينيه ما تضروش لجهته وقلبوا جهتكم لهيه، والصبر وهذوك العوامات اللي غادي تدوزوها معاه وحتى تخرجوا، وديك الساعه ديروا واش بغيتوا. والى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. كنتمنى لكم كوابيس مفزعة. سلام.